السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون ليسن 5 و 6 من يونت 8. وطبعا كالعاده يعني هنبدا بايه؟ تعالوا نشوف الكلمات الاول، يلا بينا. طيب اول حاجه مهندس معماري يعني architect، وخلي بالك انا قلت تاكت ما قلتش تكت. architect architect architect، وده مهندس المعماري بيعمل مباني وكده. architect architect. وبعد كده مكتب يعني office office تاني office office. وخدي بقى المعلومه دي، طول ما انت شايف حرف السي بعديه انت اي اس على طول، في الاول بقى في الاخر في اي حاجه سي بعدها اي اي او اي او واي انت ايها على طول اس. وكده كده السي هتلاقي بعدها اي، مش هتلاقي سي وكده اخرها مثلا اي، لا مش هتلاقي، بس ممكن تلاقي سي واخرها واي اه زي بوليسي كده. بس خلينا دي اوفيس 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 اوفيس. عميل او زبون يعني كاستمر كاستمر كاستمر. تاني كاستمر يعني اي حد بيشتري اي حاجه، هو ده اسمه كاستمر كاستمر. يرسم يعني درا دراو. تاني بص الدي مع الار، اي دي مع الار حط فيها صوت جه خفيف كده جه. دراو 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 زي دراي زي دريس زي دريم. يتناول الغداء يتغدى يعني ايت لانش ايت لانش. ممكن اشيل ايت واحط حاجه ثانيه اه تبقى هاف لانش هاف لانش هاف لانش. يعود للبيت او يرجع للبيت اسمها جو هوم جو جو. بص الاول لما بتبقى في الاخر ادي صوت في الاخر واه ساوند زي جو نو سو. فدي جو هوم جو هوم، ما قلتش جو هوم. ايه جو هوم دي؟ جو هوم. تاني جو هوم. ولو حبيت اشيل اتش في النص كده جو هوم برضه صح. يعدي الطريق يعني كروس ذا رود كروس ذا رود. بص الاو cross the road cross the road يعني يعدي الطريق من ناحيه لناحيه ثانيه. طيب الافكار افكار يعني ideas افكار جديده بقى يعني new ideas. بلاش new ideas بالله عليك new new ideas ideas ideas. عايز اقول حاجه مكتوبه على ورق مثلا، فعلى الورق ده يعني on paper on paper on paper. مجروح او مصاب او يجرح او يصيب كل ده بمعنى hurt hurt. تاني hurt hurt او ممكن اقولها hurt 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 hurt. لو لو دي يعني if if يعني مثلا لو هتيجي قول لي if if if. وممكن بقى اقول لك لو هتيجي قول لي دي، فدي بقى قاعده if وحالات قاعده if، فبلاش ما تلخبطيش دلوقتي بس هتاخدوها بس مش دلوقتي. عايز اقول مين مين يعني who who who. وخلي بالك في كمان مين يعني whom whom، بس هو الاولانيه بتسال عن حد عمل حاجه، هوم التانية بتسأل عن حد اتعمل فيه الحاجة. اتفقنا؟ يعني دي هو هو ودي هوم هو هوم. هنا مين عمل، هنا مين اتعمل فيه الحاجة اللي هنا عملها. فاهم انت؟ فهقول لك برضه اوضحها لك بس ما جاش راح جرامر. عايز اقول الساعة الرابعة مثلا او نروح الساعة 4 دي يعني at 4 o'clock. تاني at 4 o'clock. عايز اقول في البيت في البيت يعني، ففي البيت يعني at home home ما قلتش هوم هوم at home. او ممكن اقول at دي تبقى at home بس خليها at home at home. طيب بالليل او ليلا فدي اسمها at night at night at night. طب عايز اقول بالاتوبيس، فبالاتوبيس يعني by bus by bus by bus. طب عايز اقول بالعربيه by car by car. طب عايز اقول بالقطر by train by train باي ترين. وهكذا صاحي وبيستيقظ وبينهض كده يعني جيت اب جيت اب. ما قلتش جيت اب جيت اب جيت اب. احفظوها احفظوها وانطقوها صح جيت اب. الحاجات دي كلها موجوده في كورس النطق، واديني بقول لكم الملحوظات دي من كورس النطق. لما تلاقي تي ما بين تو فاولز ما بين متحركين بنطق زي واتر زي ليتر زي كاتر زي جيت اب. التي بقت ما بين تو فاولز جيت اب جيت اب جيت اب. I get up every day at 6. انا بصحى كل يوم الساعة 6 مثلا، ده مثلا مش انا. يتحدث لحد فدي اسمها talk to talk to talk to. ممكن اقول عليها talk talk to مش talk. الاثنين صح براحتك، شفت عايز تقولها ايه. فلاح الفلاح يعني farmer farmer farmer. بص القرات farmer. والبراية دي اسمها sharpener sharpener ب ب ب sharpener sharpener. بالليل بالليل يعني او ليلا ليل يعني يعني night 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 night. الراجل اللي بيطفي الحرائق ده راجل المطافي ده اسمه firefighter 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 firefighter. لو انت يومك مليان شغل فاليوم ده اسمه busy day
busy day تاني busy day busy day I had a busy day انا كان عندي يوم صعب جدا بصراحه. ياكل فطار او يفطر يعني eat breakfast. ما قلتش breakfast 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 breakfast. ممكن اشيل eat واحط have breakfast يعني يفطر. والبقره دي يعني cow 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 تاني cow. والفرخه دي اسمها hen hen. ما قلتش hen ها hen hen hen. مره كمان هن. بعد كده عندي شوية جمل وشوية معلومات كده بيدهاني على ان المفروض يعني ايه بيعمل ايه. يعني هو بصوا دايما كده في اي لسن في كلمات في حد بيعمل حاجة فالحد ده يذكره في الكلمات والحاجة دي هيذكرها برضو في الكلمات. فتعالوا نشوف الفقرة بتاعت read and learn فيها ايه وتعالى تعالى نترجم ونشوف ونعرف ايه بيعمل ايه والكلام ده كله. ما تيجي يلا يا عم يلا تعالى احنا بقينا اهل تعالى. طيب اول جملة بيقول Sarah is an architect. Sarah is an architect. سارة دي بتكون مهندسة معمارية. She goes to her office at 9 o'clock. She goes to her office at 9 o'clock. هي بتروح المكتب بتاعها الساعة 9 بالظبط. بتروح المكتب بتاعها الساعة 9 بالظبط. At 11 والساعة 11 سارة talks to a customer. سارة talks to a customer. سارة بتتحدث او بتكلم عميل او زبون. At 2 o'clock بقى والساعة 2 بالظبط سارة eats lunch. سارة بتتغدى او بتاخد الغدا بتاعها. وزي ما قلت لك ممكن نشيل eat ونحط have بس ايه ده سارة have. لا يا حبيبي سارة ما بتاخدش have سارة بتاخد has ودي افعال هنتكلم عليها او موجودة بالفعل في كورس جرامر التأسيس وهقول لك عليها برضو بشكل مفصل قدام شوية استنى عليا. بيقول لي بقى 3 o'clock والساعة 3 سارة has some new ideas. سارة بيكون عندها شوية افكار جديدة كده. She draws She draws her ideas. هي بترسم الأفكار بتاعتها دي on paper على ورق. وهنا بقى عايز اديكي معلومتين اتنين. أول حاجة هو قال she draws ما قالش she draw وده قلته قبل كده. مفيش حد لوحده مفرد بيعمل حاجة في المضارع وما بياخدش اس. يعني سارة eats سارة plays سارة goes سارة sleeps سارة runs سارة writes وهكذا. اتفقنا؟ الا بقى لما يكون في زمن بيحصل دلوقتي ونحط ام ويز وار واي ان جي والكلام ده كله. بس انا دلوقتي بتكلم على البريزنت سيمبل. بكلمك عن البريزنت سيمبل. مفيش حد بيعمل حاجه عموما وهو شخص لوحده غير لما بحط له اس. منتهيين من الكلام ده منتهيين. اتفقنا؟ اتفقنا. المعلومه الثانيه بقى هو ليه ما قالش ان هي بترسم على اللي هي on papers. بص يا ست الكل كلمه paper كلمة paper كده لوحدها كده دي معناها ورق. لا بتاخد a paper ولا بتاخد papers. لانها لو اخدت a paper خد a paper اهي. a paper دي اهي بص اهي دي معناها مجلة. والله a paper يعني مجلة. طب بصي papers دي جمع كلمة مجلة بقيت مجلات اهو. يبقى a paper مجلة papers مجلات. طب يا مستر ورق ورق يعني paper بس. طب يا مستر عايز اقول ورقة واحدة اقولها ازاي؟ one paper لا اقولها a sheet of paper. a sheet of paper اهو. يبقى a paper و papers مش تبعنا ده مش ورق ولا لا دي مجلة ومجلات. انما ورق بس ورق paper. طب ورقة واحدة ها a sheet of paper سجليها عندك بقى. بعد كده بيقول لي Sarah goes home at 4 o'clock. Sarah بتروح البيت الساعة 4 بالظبط. She goes home by bus وهي بترجع البيت بالاتوبيس. ده كان اليوم بتاع Sarah بيمشي ازاي بالانجلش. تعال بقى نشوف الناس دي بتقول ايه كمان. طيب اول حاجة بيديني الصورة دي وبيقول A police officer ان الضابط helps us. اهو حط اس ليه؟ لانه police officer واحد والله A police officer helps us حط الاس بيساعدنا cross the road ان احنا نعدي الطريق. بص بيديني الصوره دي بيقول a nurse ان الممرضه بص ايه بقى helps us برده بتساعدنا helps حط اس ليه لانها ممرضه واحده اللي بتعمل الحاجه دي انها بتساعدنا. a nurse helps us ها if we are hurt لو احنا مجروحين او مصابين. هنا بقى اف اهي ودي حاله من حالات اف بس انا مش هقولها لك دلوقتي عشان ما لخبطكيش خالص. انس اف اعتبريه اف هنا كلمه معناها لو بس. طيب مديني الصوره دي بيقول افات تاني افات ان الطبيب البيطري ده helps animals بيساعد الحيوانات في ايه بقى if they are sick لو هم تعبانين if
they are sick. مديني الصورة دي بيقول I help my grandmother. Grandmother ما قلتش grandmother ما قلتش grandmother grandmother شلت D و TH grandmother I help my grandmother. طب يا مستر قال I help ما قالش I helps هنا علشان I من الضمائر اللي بتعامل معاملة الجمع يعني هنا I أيوة أيوة هو حد لوحده اللي بيعمل بس معلش معلش سامحني ما تحطلوش اسم لأن هنا بيني وبينك يعني هو دلوقتي قال I هو لو الجملة مكتوبة مثلا بتقول I أنا مش عارف اللي عملها ده ولد ولا بنت هو ستيل شخص واحد أنا مش هقدر أنكر ده ولكن معلش عاملهم معاملة الجمع I ما بتحطش اسم انما الاشخاص التانيين كلهم بتحط لهم اس اي حد بتشيله بتعوض عنه بهي او بشي او بإت حط له اس وهتكلم عن ده بشكل افضل واكتر في الجرامر بالذات في السنين الجايه مش في اولى ابتدائي خالص فبيقول I help my grandmother if she needs help بص she needs help she حد واحد لوحده need يحتاج حط له اس تبقى if she needs help انا بساعد جدتي لو هي محتاجه مساعده لو انا عايز اقول لحد مين بيساعدك مين بيساعدك فالسؤال ده معناه كده who helps you who helps you انا عايز اقول لحد مثلا صاحبي بيساعدني فاقول my friend صديقي my friend helps me ليه قلت helps انه my friend واحد اهو help helps but my friend helps me my mom helps me my dad helps me my brother helps me خلي بالك في الاسات دي كلها هي الاس دي عشان حد واحد اللي بيعمل الحاجه دي اللي هو بيساعدني بصوا بقى السؤال ده هنا بيقول مين بيساعدك بس ركز معايا هو كاتب هنا who do you help احفظوها كده عشان مش هينفع افسر لكم الكلام ده وانتوا في اولى ابتدائي مش هينفع بس خلوا احفظوها كده who do you help هنا انت بتساعد مين بيني وبينكو هو الاصح والادق انها تبقى whom do you help لان هم دي بتسال عن اللي انت بتساعده عن الشخص المفعول يعني ولكن هو بتمشي برضه هو دو يو هيلب انت بتساعد مين بس لو هتسالوني انا عن الاصح فهي هوم دو يو هيلب هوم دو يو هيلب اتفقنا فالاجابه هتبقى اي هيلب ماي فريند اي هيلب ماي فادر اي هيلب ماي مام اي هيلب ماي سيستر براحتك بقى يبقى هو دو يو هيلب اي هيلب كذا Who do you help? I help because. خلاص. طيب هو مديني الصورة دي وبيقول What is the time? ولو عايز اقول What is the time بشكل حلو فقولها What is the time? What is the time? هو ايه وايه؟ الساعة كام دلوقتي؟ مديني الصورة دي بيقول لي ان الساعة على العربي الصغير على 3 والكبير على 12 فدي معناها كده. عايز تقول الساعة كام؟ وعايز تقول كلمة بالظبط فكل اللي انت هتعمله يلا معايا ركز معايا. هتقول it خد it اهي وتحطيه جنبها is بقت it is. It is. It is. It is. وحط الرقم اللي انت عايزه. It is 3. It is 5. It is 7. It is 8. وحط بعدها كلمة o'clock. فدلوقتي الساعة كام؟ خلاص. It is 3 o'clock. أو it's 3 o'clock. طيب ايه it و it is؟ it دي هي عايدة على الوقت. is دي هي حاجة اللي هي الفعل بمعنى يكون يعني واللي بتيجي مع it يعني it بتاخد is طبعا ليها is ليها اخوات اللي هم am و are بس سيبك منهم دلوقتي احفظ دي على بعضها it is الوقت بعد كده o'clock it is 3 o'clock it is 4 o'clock ودي ما بتجيش غير لما تبقى الساعة بالظبط 3 بالظبط 4 بالظبط مش 4 و5 ولا 4 وربع ولا 3 الا ربع ولا الكلام ده كله هقول لكم الكلام ده في الدروس اللي جاية لسه استنى بس خلينا دلوقتي طب انا عايز اقول بقى الساعة 3:30 برضو بتقول it is وبتقول 3 عادي اللي هي 3 وبعد كده تقول ونص دي اللي هي بالنسبة لنا 30 هي 30 دقيقة يبقى it is 3:30 بس ولا o'clock ولا أي حاجة تانية فعايز أقول 5:30 it is 5:30 بس كده يكون خلاص اللسن بتاعي من ناحيه الكلمات والريد اند ليرن والساعه وانك ازاي تقول الساعه بالظبط تقول الساعه ونص وهكذا وطبعا هتيجي على جروب الفولوينج اب لما تحل الاكسرسايز عشان نحلها معاك ونديك اي نوتس لو انت غلطان فيها ولو عايز تسال اي سؤال مهما كان تسالنا على جروب الفولوينج اب بس كده طيب ان شاء الله دي هتكون ليكشر نمبر 5 في الفوناتكس وهنا هتكلم عن اخر حاجه اتكلمنا عنها المره اللي فاتت كانت حرف ناقص حرف اليو طبعا في الفاولز بس قبل ما اديك حرف اليو تعالى افكرك الاول بالفور فاولز اللي خدناهم خدنا حرف الاي وحرف الاو وحرف الاي وحرف الاي
هفكرك بشوية كلمات كده يعرفوك الفرق بينهم. فاكر الكلمة دي pan، والكلمة دي pon، والكلمة دي pan، والكلمة دي pen. على فكرة لازم تعرف تفرق ما بينهم، هو ممكن يكون الفرق ضعيف قوي بس لازم تعرف، لان انت لو عملت كده هتعرف تتكلم انجليش بسهولة قوي. pan pan pon pon pen 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 pen. يلا كلمة كمان هنقوله tan ton ten ten. انت متخيل؟ an on an in an on an in. لو خدت اللحن ده واشتغلت عليه خلاص هتعرف تفرق بينهم بسهولة قوي. pan pon pan pen. مش انا بعرف افرق بينهم، يبقى انت كمان لازم تعرف تفرق بينهم. مش انت بتاخد معايا كورس، يبقى لازم تبقى اشطر مني. pan pon pen pen tan ton ten ten. بس كده. طيب ده كانت مراجعة سريعة قوي على الفاولز اللي خدناها المرة اللي فاتت. تعالى بقى اديك حرف اليو اللي ناقص. ادي حرف اليو، ركز بقى معايا عشان حرف اليو ده لعبي قوي. هو بيقول لي انا لاعبي، فما تسمعوا، ركزوا معايا ركزوا معايا. بص يا سيدي، حرف اليو بيتنطق قريب قوي من حرف الاو، فهنا هنكتب حرف اليو وهنا نكتب حرف الاو وننزل الخط بتاعنا. بص الكلمه دي اسمها sun. بص هنا حرف اليو اتنطق ازاي، بص الكلمه دي اسمها mud 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 mud. بص الكلمه دي اسمها not 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 not. بص الكلمه دي اسمها pun 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 pun. على فكره ده شبه قوي لما يكون في حرف الاو. بص s o n m o d n o t p o n. طبعا مش هينفع نفرق ما بين الكلمة دي والكلمة دي لان الكلمتين دول هوموفونز، يعني بيتنطقوا نفس النطق تماما، وده كده اختلاف بسيط يعني ما تشغلش بالك بيهم. لكن تعالى كده نشوف، هنا اسمها mud اد اد اد، خطفة سريعة mud، انما هنا فتحة لجوه شوية mud 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 mud. على فكرة وانا اللي بقولك لو ما عرفتش تفرق بين الاتنين دول عادي، دول عادي الاتنين اصلا قريبين من بعض قوي، دول بالذات عادي، لكن اللي فات لازم تفرق ما بينهم. mud 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 not 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 pun 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 pun. بص دي ناموسة، دي ناموسة، دي ناموسة يا عم، انت ركز معاكش دعوة بالناموسة، انت بتركز مع الناموسة ليه؟ pun 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 mud 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 mud. هنا بص اد هناك اد، ات هناك ات، ات 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 ات، ان 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 ان. بس كده، ده الفرق ما بين الاو واليو. فدلوقتي لو انا عملت لك بقى جدول في الفايف فاولز اللي اسمه، انا بقى بسميه الجدول المرعب، الجدول الخطير، اللي بيعرف يفرق فيه بيعرف يعمل اي حاجه في الانجليش بعد كده. يلا بينا، هنا هنقوله الاي، هنا هنقوله الاو، هنا هنقوله الاي، هنا هنقوله الاي، هنا هنقوله اليو. اهو 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 اهو. تعالى بقى نشوف الكلمه الواحده لما تتحط زي هي هي بالظبط بس الفاولز المختلفه. يلا pan pon pen pin bun mat mot mat mit mot. صدقني لو انت عرفت تفرق بين الكلمات دي يبقى انت عبقري. يلا بينا، انا هقول، قول انت في سرك. يلا pan 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 pon pon pen pen pin pin pon pon. يلا اللي تحت
مات 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 مت 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 بسرعة pen pon pen pin pon mat 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 بس بس a o a e a والله العظيم موسيقى ده دي موسيقى a o a e a a e a a e a هي ده الس... هو ده الساوند هو ده الصوت حط جنبه اي كونسونانت هتطلع الكلمه زي ما انت عايز عايز مثلا اكتب ست s i t عايز اكتب سات s e t عايز اكتب ساعت s a t عايز اكتب صوت s o t اعرف الجدول ده تعرف تفرق بين حاجات كتير قوي في الانجليش بس كده مش عايز منك النهارده غير الجدول ده بس تبقى بيرفكت فيه اتفقنا اتفقنا باي استناك في اللكشر اللي بعد كده عشان نتكلم عن الماجيك ايه ونشوف هي بتعمل ايه في تعال تعال باي لا تعال مش دلوقتي المره الجايه